إلى الواجهة تعود المواجهة من جديد هنا في الريف الشمالي لمحافظة لحج وتحديدا في جبهة القبيطة، إذ تدور الاشتباكات بين أفراد المقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى، بعد أن شنت الميليشيا قصفا على القرى التي تعتقد أنها مواقع للمقاومة في مناطق نجد ثوجان وجبل الحمام بغية إسقاطهما والوصول والسيطرة على جبل إلياس الاستراتيجي باعتباره أهم قمم المديرية. من ضمن التصعيد الذي يقوم بالحوثة هو القصف العشوائي على بعض المناطق وبالذات منطقة ثوقان وشرار. منطقة شرار وثوقان المناطق القريبة من نجد قفيل وجبل جانس وأيضا الكوم. في هذه المناطق طبعا هم القصف دائما يكون عشوائي. مؤخرا ظهر أفراد المقاومة الشعبية أكثر تماسكا وتمكنا في مواقعهم، إذ أحبطوا محاولات تسلل الميليشيا إلى مواقع المقاومة، وهو ما مكن أفراد المقاومة من شن قصف معاكس ضد ثكنة عسكرية للميليشيا في نجد قفيل. أسفر الهجوم عن مقتل 3 من الميليشيا وإعطاب إحدى الآليات التابعة لها، بينما ردت الميليشيا هجوماً بصاروخي كاتيوشا على جبل منطقة شرار من مناطق تمركزها في عزلة الأعبوس.